لنحكي أكثر عن المهرجان بدورته الثامنة. بصرنا يكون معنا بالاستوديو الإعلامي إدريس مرد، مدير ومؤسس مهرجان البزق ومهرجان قوس قزح، أيضا عازف آلة البزق مسعود سليمان من القامشلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس. ما بعرف حكيت شيء لك تضيف شيء على مقدمتك؟ لا بالعكس. أهلا وسهلا. نحن أنا أول شيء من أهل الدار. من أهل الدار أكيد. أكيد نحن يعني كثير أنا مبسوط حتى ب أن يكون يعني أقدم شيء للموسيقى السورية للتراث السوري، فهذا كثير مهم إنه أو شرف لي إني عم دير هذول المهرجانين، يعني هذول المهرجانين الأكبر فيني أقول إنه من ناحية الغنى ومن ناحية الضخامة ومن ناحية التنوع الموسيقي هو أغنى مهرجانين في العالم. نعم، بالبداية أكيد بدنا نقول كل الرحمة لروح الفنان إياد عثمان يلي أكيد مبارح كان في فيلم عن الفنان يلي هو من أهم الفنانين بعزف البزق. خلينا نحكي شوي عن الفنان إياد عثمان. بصراحة نحن حبينا أنه سنوات يعني للقدر كل سنة لما بدنا نعمل المهرجان عم يروح من عنا او عم يترحم او يترحل واحد من عازفي البزق بالبلد. السنه الماضيه كان في شخص اسمه زعيم كندش، كمان كان عازف مهم حقيقه، اهدينا المهرجان السابع اللي يروحوا السنه. للاسف الشديد صديقنا وزميلنا والعازف البزق حقيقه هو موزع موسيقي جميل الاستاذ اياد عثمان، فنان شاب كان وكان له بصمة بالساحة الموسيقية السورية سواء بالتوزيع الموسيقي أو حتى ببعض الحفلات السولو في البزق. فكان لابد أنه نهدي هذا الدورة. أكيد كرم الأخلاق الفني السوري أكيد. يعني آلة البزق وإياد عثمان عازف شاب كان بعده بداية عمره، كان في عنده قدرة كتير جميلة إنه وكبيرة إنه يعطي لسنة الموسيقى السورية. أكيد ألف رحمة لروحه، قضاء الله كان وقدره إنه يغيب عنا، ولكن دائما اللي له بصمة بصمته رح تبقى أكيد. أكيد الجسد إلى زوال، ولكن البصمة والروح الحاضرة بتكون بكل يمكن مهرجان أو كل فعالية. تفضل كمان ايضا اهلا وسهلا فيك استاذ مسعود سليمان عازف بزق. ايضا احكي لنا هيك القامشلي. الحمد لله على السلامه. معلش احكي عن الاستاذ مسعود قبل ما يبدا. تفضل. انا كنت حابه انه نسمع شيء. تفضل. يعني استاذ مسعود من فيني احكي من اهم عازفي البزق بالبلد من حيث التكنيك. يعني هو اخذ هاي المدرسه المعروفه اللي بالقامشلي، مدرسه السيد يوسف، يمتلك مهاره عاليه في 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 التقاسيم واللعب والتكنيك على هاي الزعلب. نسمعه وهو راح يتكلم. اكيد حنسمعه. صباح الخير اول. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. واكيد كثير مهم قدومك من القامشلي لحتى تشارك ضمن المهرجان الثامن لآلة البزق. اكيد. انت سعيد؟ مبسوط؟ ان شاء الله. يلا تفضل. Thank you.
الله 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 عن جد شو العزف الرائع. الله يعطيك العافية. عرقت أنا محرم يا شباب. خلينا نحكي العزف قليلين الكلام وقليلين الكلام. نعم لكن بنتعرف على الأستاذ أكثر من حضرتك. طيب خلينا هيك يعني ما معقول هالعزف الحلو. الأستاذ هو من عائلة فنية عريقة. أخوه عبد القادر سليمان كمان عازف بذوق ومغني شهير في منطقة الجزيرة السورية. طبعا كمان الأستاذ أخذ نفس الطريق عنده. يمكن العائلة يعني الفنية أكيد تلعب دور. في يعني تحكي لنا عن عائلتك شوي؟ حابين نحكي عن عائلتك. حديث عادي. بدها نخليه يحكي طبعا. جليل الحديث إجباري للأستاذ. عندنا التراث اللي عندنا. تفضل. جدي كان فنان وبعدنا مسنن. أبوي كان طلع. حلو. أعمامي خوالي بدي أقول بيت المدرسة يعني يقول. ممتاز. يعني بنسب إنه حقيقة لهاي العائلة إنه هن اللي حافظوا على التراث الكردي في منطقة الجزيرة السورية. ف يعني لهم فضل كبير على هذا التراث على هاي الأغاني. مثل ما قال يعني أخذوا الآلة أبا عن جد حقيقة. ف يعني كان لازم حتى السنة نحن كرمنا الأستاذ كمان. فكان ضروري إنه يعني نحن نسمع عزفه أقل شيء في اليوم أو على عبر أخبارية السورية. أصريت إنه راح إنه يكون هو ضيفنا إنه يعزف بعض المعزوفات. نعم أستاذ. المهارة العالية تبعيته على العزف. أكيد كان اختياره موفق. دائما لا تبدع بشيء. طبعا وجه له تحية أستاذي. خلينا ناخذ المحرم يعملنا عليها. أستاذ شكرا كثير. شكره. تفضل. ميرسي شكرا. يعني ندور دائما ليا بس حدا يبدع بشيء بيكون بيحبه. قديه بتحب آلة البزوق؟ والله من صغري. حبها كثير؟ كثير آلة بعزف غير بزوق. يعني كثير آلات. كثير آلات بعزف. من صغري من تقريبا من 7 سنوات 6 سنوات. نعم بدي اقول بيت المدرسه يقول كله فنانين. نعم استاذ ادريس. نعم. مراد خلينا نحكي اكثر عن المهرجان هيك. نعم. على السريع بما انه وقتنا قليل. نحكي عن المهرجان بدورته. نعم بدورته الثامنه يلي عم تشهد على خشبه مسرح دار الاوبرا بالقاعه المتعدده. لكل حدا اكيد حابب يشوف المهرجان واللي كان امبارح بالقاعه المتعدده. نعم الانطلاقه كانت امبارح مثل ما قلتي حضرتك. خلينا نحكي عن المهرجان. نعم. عن برنامج المهرجان والضيوف اللي جايين. نحن عندنا الافتتاح كان امبارح على مدى 4 ايام. الختام الخميس راح يكون. كل يوم معنا 6 عازفين مع آلات مرافقة. السنة المشاركين بحدود 62 عازف. 26 منهم أساسي الآلات البزق والبقلمة والطنبورة والباقي هي آلات مرافقة. هاي السنة غير هذه السنة. نعم أكثر سواء من ناحية المرافقة وحتى العازفين أساسيين. في السنة هاي في عنا شغلة كثير جديدة. أنا من أول ما بلشت هذا المهرجان. انتم بتعرفوا ان احنا بلشنا المهرجان 2010 او المهرجان 2011 وقفنا لاسباب هاي الحرب اللعينة على بلدنا على سوريا. فتواصلنا من 2012 الى اليوم نحن بالدورة 8 مثل ما قلتي. فكان انه احد حلمي او همي او رسالتي انه يجيب العنصر النسائي يعزف آلة الطنبورة أو الباقلمة على مسارح دمشق. فالسنة حققنا قدرنا السنة نحقق هذا الشيء بعد ما يعني شارفنا على انتهاء الحرب وصار في يعني بعد الانتصارات. نعم اللي تماما. الرياح يعني النفسية صارت المهرجانات غير شكل والطرقات حقيقة. يعني السنة نحن في عنا 3 عازفات من عفرين. نعم كمان بوجه تحية لأهل عفرين. أكيد نحن ناطرين زيارتهم لإلنا. أكيد نحن كثير بهمنا دعم المواهب وخاصة اللي عم تجي من المحافظات. فراح يكون معنا 3 عازفات. واحدة على تعزف على آلة الساز هي طنبور. نعم. والعازف
عازفتين راح يعزفوا على آلة البقلمة. حلو إنه ما شايفين بنات دعم يعزفوا أول مرة، خاصة هاي الآلات البزق. نحن في عنا بمعهد عالم الموسيقى صبيتين عم يتعلموا حقيقة، بس يمكن أستاذ إدريس الحديث يطول عنه، لازم يكون لنا حلقات تانية يعني كل يوم بدنا ضيف. أنا حق علي أكيد. أنا ختام هيك صغيرة بمعزوفة هيك جميلة من حضرتك شوي تكون قبل هيك مشان نودع نحن لكل مين كان عم يتابعنا، وبدنا نتشكرك استاذ ادريس مراد من اهل البيت طبعا. نعم. ناطرين اكيد نحن واجبنا دعم المواهب ونتعرف عليهم مثل الاستاذ مسعود سليمان من القامشلي، وتحيه لكل عائلتك الفنيه وتحيه للمحافظه على هذا التراث اللي عم ننتقله من جيل لجيل. شكرا كثير لحضوركم. اكيد نتشكر تفضل نتشكر حضوركم لانه حتكونوا انتم بالختام. ايضا نتشكر جميع مشاهدي الاخباريه السوريه، شكرا لطيب المتابعه. اكيد يا ليا ختامنا دائما بده يضل هيك مع ابتسامه مع طاقه والموسيقى الحلوه اللي بتعطي طاقه. اكيد خلونا نسمع. يلا